رغم ما قد يحيط بالوضع من مخاطر وما يمكن أن ينتج عن القادم أخطر. أنا أقول لك لو ذهبنا انتخابات رئاسية بالشروط اللي دارها البرلمان القادم أخطر من الواقع. اليوم لو هل يمكن المجلس الأعلى للدولة أن يقول بأنه بذل قصارى جهده للبحث عن حلول بأن يتواصل مع كل من يمكن أن يتواصل معهم لوضع حلول لهذه الأزمة والخروج بحالة توافق؟ صحيح. لم يترك أي طرف لا محلي ولا دولي أبدا. أطراف داعمة لمعسكر حفتر، لمعسكر عقيلة الصالح، دول ربما الاتصالات غير موجودة بينكم وبينها في العادة، لكن قد يكون لها تأثير على قرار في وسطاء. حتى مع الدول اللي ما عندناش معها تواصل في وسطاء، يعني في وسطاء يوصلوا في وجهة نظرنا لمصر مثلا واضح. طبعا الدولة المؤثرة أكثر مصر من ناحية سياسية، خلينا من ناحية التخريب طبعا الإمارات معروفة يعني. كيف تعتقد أنه يمكن رسم صورة التقاطعات الدولية بشأن الوضع الآن ومواقف بعض الدول من الاستحقاق الانتخابي؟ يعني في من يقول بأن الولايات المتحدة ضاغطة بقوة في اتجاه إجراء الانتخابات، وأنت تعرف ثقل الولايات المتحدة في مقابل دول أخرى قد لا تكون مرحبة بسيناريو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفق أي قانون سواء كان محل توافق أو لا، وبالتالي تصبح مواقف الدول هنا مختلفة. صحيح. كيف تصورك للمشهد في هذه الحالة؟ تقريبا قبل حوالي 5 أشهر كان عندي مؤتمر صحفي، قلت الدولة الوحيدة اللي شعرت أن هي مصرة إصرار حقيقي على الانتخابات هي أمريكا. باقي كل الدول لديها حسابات مختلفة. وكيف تفهم موقف الولايات المتحدة؟ موقف المتحدة كالآتي: موقف المتحدة تقول في مشاكل في ليبيا، أول خطوة في حل المشاكل نجيبوا رئيس ونجيبوا حكومة، بعدين نتفاهموا في المرتزقة، نتفاهموا في خروج القوات الأجنبية، نتفاهموا حجم المشاكل. لا يمكن أن يحلها إلا رئيس منتخب وحكومة منبثقة عن برلمان منتخب. دون اهتمام بالتفاصيل كيف يتم انتخابه بتوافق من التوافق. بدون اهتمام بالتفاصيل. بدون اهتمام بالتفاصيل. لكن هل تستطيع الولايات المتحدة في ظل القصة العالمية كلها، وخاصة أن الآن شفنا مثلا سياسة الولايات المتحدة في أفغانستان، الانسحاب من أفغانستان، الانسحاب من عدة ملفات، هل هي مستعدة أن هي تمشي في الملف الليبي إلى أبد حد حجم الضغوطات اللي ممكن تمارسها؟ أنا قلت لك أن عقيلة صالح قطع التواصل في خلال لقاء الجماعة في المغرب مع كل الخطوط بما في ذلك الخطوط الأمريكية وقال أنا في إجازة. مواقف دول أخرى بين من يؤيد الانتخابات الرئاسية فقط، البرلمانية فقط، كيف تعتقد بثقل هذه المواقف في مقابل التوجه الأمريكي؟ الدول التي تعتقد أن هي تقدر تزور الانتخابات مثل الإمارات، روسيا، إلى حد ما بدرجة أقل مصر، هؤلاء مع انتخابات رئاسية. تعتقد أن هناك دول اليوم تراهن على عملية تزوير الانتخابات؟ طبعا. نقول لك الحجم التزوير المتوقع كارثي. هم طبعا ما فيش دولة بتراهن على تزوير الانتخابات. لا، أنت ذكرت دول بأسماء. هي مش تراهن على تزوير الانتخابات، هي تعرف إن في إمكانية لتزوير الانتخابات والفوز بالتزوير. يعني نقول لك حاجة، كل الدول يقول لك حفتر بأي انتخابات، كل الدول بدون استثناء بما في ذلك الروس يقولوا حفتر بأي انتخابات شفافة لن تتجاوز نسبة الترشيح لي 10% في كامل ليبيا، كل الدول. لكن باهي لما تجي المنطقة الشرقية عندهم 800 ألف واحد عنده قدرة على التصويت الآن مسجلين، 800 ألف ممكن يقدر يحصل منهم بالتصوير 400 ألف مع شوية في الجنوب وشوية في الغرب يوصل 500 ألف، هذا دخل الجولة الثانية. بعدين يبدأ الحديث على التصوير في الجولة الثانية أو التحالف. لكن عملية التزوير والخوف منها تبقى مسألة فنية يمكن تلافيها بعملية صعب. مراقبة عملية إذا كان انتخابات أمريكية كان فيه ظلال من الشك إلى اليوم اللي انتخب فيها ترامب إن كان فيها تزوير وإن تدخلت فيها روسيا بشكل أو بآخر. شفنا أفريقيا الوسطى واللي الآن تحكم فيها فاغنر ما كانت فيها تزوير بشكل كبير جدا. أنت ذكرت إن ظلال من الشك، يعني هي مجرد شبهات ولا أمريكا. ما هي أمريكا، شوف هذه أمريكا. لكن لما تجي ليبيا ما عندناش المستوى التكنولوجيا يعني القدرة على عودة على بداية حديثنا أستاذ خالد، وكأنك تقول إن واحد من الأسباب اللي تجعلنا نقف أو نرفض الانتخابات الرئاسية هو خوفنا من تزوير النتائج. لا مش 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 سبب مش سبب مش سبب رئيسي، هو أحد الأسباب لكن مش سبب رئيسي. لا، السبب الرئيسي القانون وتهيئة الجو فقط.
طيب من بين هذه الدول المنخرطة في الشأن الليبي اليوم قد تكون مع النجاح لاستحقاق الانتخاب دون اعتبارات وحسابات؟ لا هي داعمة كما هو الحال عليه في موقف الولايات المتحدة دون اعتبار للتفاصيل، ولا هي مراهنة على ربما عملية تلاعب في النتائج بحيث يصل من تدعم أو من تريد وصوله إلى السلطة؟ والله نقول لك معظم الأوروبيين يسعوا إلى وجود حل، لأن وجود القوات الروسية في ليبيا مشكلة، وبالتالي هم مهمهمش باللي يوصل، وصل من الشرق من الغرب، إسلامي ليبرالي عسكري مدني، كل مهمهمش، المهم أن تكون في سلطة مستقرة في ليبيا يوصلوا من خلالها. لكن كلهم الأوروبيين، الفرنسيس لا أدري، لكن باقي الأوروبيين كلهم لديهم مخاوف من أن الانتخابات الرئاسية قد تؤدي إلى تأزم الموضوع. هم يبوا انتخابات رئاسية لكن عندهم المخاوف، مخاوف موجودة عند الجميع. طيب يعني هذه التوجهات الأوروبية لا تبدو ظاهرة بالشكل اللي وصفت أنت الآن، يعني تحركات على مستوى مباحثات ربما مسؤولين وما إلى ذلك. هل تتوقع أن تكون في خطوة أكثر وضوح من قبل هذه الأطراف الداعمة؟ والله كأن في حديث غير رسمي على لقاء معين في روما، المفروض يكون في أكتوبر، يجمع 3+2، أمريكا وبريطانيا وفرنسا زائد ألمانيا وإيطاليا، لمحاولة وجود صيغة توافقية بين القانونين والضغط على المجلسين للوصول لهذه الصيغة. فرص إن هذا ما يبدوش إنها كبيرة، لأن ما فيش استجابة من الطرف الآخر. طيب أنت أشرت إلى المسار العسكري. نعم. أخيرا اجتماعات 5+5 ونتائج التي توصلت إليها الاجتماعات، وهناك تصريحات ربما تحث السياسيين في ليبيا على مجاراة التقدم اللي حاصل في المسار العسكري وتحقيق نتائج إيجابية ربما تفضي إلى حلول. بصراحة هل فعلا في تقدم حقيقي في المسار العسكري؟ خلينا من فتح الطريق وإزالة الألغام والأشياء الإنسانية، لكن لب الموضوع في التقدم في المسار العسكري هو إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. المرتزقة الآن لما تتحدث الآن كل الدول تغيرت وجهة نظرها، ما كانتش زي 4 شهور نداء أعمى زي الآن. لما كنا نحكي على المرتزقة هو بيمشوا تشاديين بيخشوا تشادوا، ولما ناخذوا منهم أسلحتهم السودانيين بيخشوا السودان، حتى دول الجوار بتتقلق من هذا الموضوع. القوات الفاغنر ما كانتش في حد، لكن وزير خارجية روسيا قال لا، جينا بناء على طلب من نواب، إذا بدأ فيه اعتراف. فاغنر تملك 29 طائرة نفاثة، جيش حقيقي واللي بيطلعهم. هل فاغنر موجودة في أفريقيا الوسطى وموجودة في مالي وتبي تطلع من ليبيا اللي ما بينها وما بين أوروبا خطوة؟ هل روسيا اللي كانت تحلم حلمها طول الفترة بقاء القذافي إن هي تكون عندها قاعدة في القرضبية وإلا في الجفرة، الآن بعد خطة القرضبية والجفرة بتجي تطلع؟ ليكن في علمك المعلومات الدقيقة أن حتى في فترة العدوان على طرابلس مجموعات الروسية وقوات فاغنر ما كانتش تتلقى في تعليماتها بين قوسين القيادة العامة اللي يسموا فيها أبدا، وأنهم الآن مش موجودين تحت أي سيطرة، وبالتالي الحديث على إخراجهم يعني كأن أمر. والأوروبيين في إعلان أستاذ خالد، في إعلان الآن في عقب ختام الاجتماعات على أن تم جدولة خروج تدريجي لهذه القوات الأجنبية والمرتزقة. أمان، ولهذا أمريكا تعتقد أن الحل يبدأ من الانتخابات، هي هذا اللي مصرح على الانتخابات. تقول كل الموجودين الآن، عبد الحميد بيبة وخالد المشري ومش عارف إيش وحفتر وعقيلة وكلهم على بعضهم مش هيقدروا يطلعوا هذه القوة. لما يجي رئيس منتخب وبرلمان منتخب يقدر يطلع. وفق هذه التصورات اللي قدمتها الآن، مش توقعاتك لما هو قادم؟ مش يعني مش وردية الصورة. يعني بتفصيل أكثر، ما المتوقع؟ يعني شوف، بناء على التصعيد اللي قاعد حادث اليوم ممكن يحدث بكرة، ويعني ما أعتقدش أن الطرف الآخر حيمشي إلى توافقات، والنتيجة بقاء الحال على ما هو عليه، ربما اتجاه إلى أرجح السيناريوهات في كلمة، ربما العودة إلى الانقسام الحكومي. الانقسام الحكومي هل ينتج واقع على الأرض أم أن مسألة مؤسساتية فقط؟ لا ينتج واقع سيء.
واقع سيء، كانك متحفظ شوية في التفاصيل، التوقع ما سيكون عليه المستقبل في القادم الأيام. عندما انقسام حكومي هل سيؤدي إلى إغلاق مثلا في المنشآت النفطية، عودة الأزمة سابقا، نرجع لمستوى قد تصبح هذه بصورة سوداوية وليست غير وطنية. صحيح للأسف، ولهذا أنا نقول لك يعني الطرف الآخر، سمحني أنا قاعد أقول لك الطرف الآخر لأني أنا نحكي على الأقل من طرفنا، على الأقل بالنسبة لي أنا مستعدين نتنازل على كل شيء غير ننقض هذا الموجود، لكن الطرف الآخر يريد انتخابات بالمقاس، وإذا كان مش هم اللي فايزين فيها ومش هم اللي بيحكونوا موجودين في المشهد خليها تخرب. وصلنا لختام حوارية الليلة، أشكرك ضيفنا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشري، شكرا جزيلا لك. كنا نتمنى أن الحوار يكون نحو التفاؤل والإيجابية. الحوار كان واقعي، وهذا لكن هو الواقع غير المشاهد. شكرا جزيلا لك.